النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. حقق المنتخب الجزائري فوزا تاريخيا على منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة بمونديال البرازيل. وبهذا الفوز انعش الممثل العربي الوحيد في المونديال من أماله في التأهل للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة. تأهل منتخب بلجيكا للدور الثاني بمونديال البرازيل بعد فوزه الثاني في المجموعة على المنتخب الروسي بهدف دون ردة. وأحرز اللاعب أوريجي هدف بلجيكا الوحيد ليرفع رصيد بلاده في الصدارة إلى 6 نقاط. خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم على مباراة المنتخبين البرتغالي والأمريكي، وأنقذ فاريلا منتخب البرتغال من الخسارة الثانية بعدما سجل هدف التعادل في آخر ثواني المباراة ليمنح منتخب بلاده أول نقطة في مونديال البرازيل. خرج عشرات الآلاف من المشجعين الجزائريين إلى الشوارع والساحات العامة احتفالا بفوز منتخب بلادهم على كوريا الجنوبية، وشهدت الشوارع الكبرى للعاصمة توافدا كبيرا للمشجعين للاحتفال بهذا الفوز الأول للجزائر في النهائيات منذ 32 عاما. أعلن ستيفن جيرارد أنه سينظر في مستقبله مع المنتخب الإنجليزي وسيتخذ القرار النهائي في غضون بضعة أسابيع فقط. وأثير التكهنات حول نية اللاعب الاعتزال دوليا بعد النتائج المخيبة للأمال التي حققها المنتخب الإنجليزي في المونديال، لكنه أكد أنه سينتظر لبعض الوقت لتحديد مستقبله الدولي. أخيرا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف اللاعب ألكسندر سونغ لاعب وسط منتخب الكاميرون لثلاث مباريات بعد طردها من كرواتيا في المجموعة الأولى، وطرد اللاعب الوسط بسبب اعتداء بالمرفق على المهاجم ماريو مانزوكيتش. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.القدس.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.